الآن فقط تقف نفسك نتحدث عن الأكل ويا الرياضة، شلون شو وقت ناكل، شنو نوع الأكل، راح نعرفه إن شاء الله من خلال هذا الكلام. إذا كنت تمارس الرياضة بشكل يومي أو أسبوعي، والأفضل أنه يكون مستمر، فمن المهم تزويد جسمك بالطاقة اللازمة لك لأداء التمرين بشكل مناسب، مما يجعل عضلاتك تستفيد منه ويجنبك التعب والإرهاق. ونقدم لك إن شاء الله هذه الوصفات أو هذه النصائح بشكل عام، مع أنه أن تستشير طبيب إذا كان لديك حالة مرضية خاصة أو إصابة خاصة. أولاً، قبل التمرين يفضل أن يكون التمرين بعد تناول وجبة الطعام بثلاث أو أربع ساعات، يعني مو تأكل وتروح قبل ثلاث ساعات أربعة يلا تروح للتمرين. وزميلنا حسام هو بعد كابتن مدرب فيفيدنا إذا أكو معلومة خطأ، يروج الهاشم. اي، بعد تناول وجبه خفيفه بساعه الى ساعتين. اما اذا مارست التمرين مباشره بعد الاكل فقد تصاب بالتعب. الوجبه الغذائيه التي تاكلها قبل التمرين يفضل ان تضيف بالتالي: غنيه كربوهيدرات من الحبوب الكامله مثل الشوفان والخبز الاسمر، لا السكريات البسيطه مثل البسكويت او العصائر المحلاه، تحتوي على خضار فواكه، يعني الوجبه تحتوي على كمية متوسطة من البروتين، منخفضة الدهن والألياف، لأنها قد تؤدي إلى شعور بعدم الارتياح في المعدة أثناء التمرين. أطعمة مقترحة قبل التمرين: كوب من اللبن الرائب مزين بقليل من الفواكه واللوز، قطعة من خبز التوست مدهونة بزبدة الفول السوداني، وعاء من الحبوب مع الحليب منزوع الدسم أو بيض بالطماطم على خبز توست، حمص وجبن مع رقائق المقرمشات. ثانيا، أغذية ما بعد التمرين. هسه قلنا هذا قبل التمرين. بعد التمرين يفضل أن يكون غذاء الشخص يتصف بالتالي: يحتوي على كمية جيدة من البروتين من 15 إلى 25 غرام، وهو أمر يعتمد على وزن الشخص وجنسه وطبيعة جسمه، وأكيد احنا قلنا نستشير طبيب أو أخصائي تغذية بهذا الأمر. أيضا نحتاج إلى كربوهيدرات لتعويض الطاقة التي حرقها الجسم، نحتاج إلى ماء كثير وعصائر محلى، وإن شاء الله دائما تكون صحة وعافية لكل الأحبة.